صباح الخير على كل مشاهدينا اللي انضموا لنا من جديد مع بعض. يلا نشوف احوال الجويه والطقس. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده يكون في استقرار في الاحوال الجويه، والجو يكون حار على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وهيكون مائل الحراره على السواحل الشماليه وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل على كل الانحاء، وكمان النهارده هيكون في نشاط رياح احيانا في المساء على مناطق متفرقه من انحاء الجمهوريه. خلينا دلوقتي نتعرف على تفاصيل اكتر من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي للهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك استاذه منى، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. دكتوره منار، اليومين دول في استقرار في الاحوال الجويه لغايه دلوقتي؟ بالفعل، يمكن احنا لسه درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه لها مثل هذا الوقت من العام، بنحس بالاجواء نقدر نقول انها لطيفه خلال فترات النهار وخلال فترات الليل. كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط فيها كميات من الرطوبه، يعني هي زادت كميات الرطوبه في الجو، بالاضافه كمان ان في امتداد لمنخفض جوي الطبقات الجو العليا. العوامل دي هتجعل الاجواء مستقره تماما خلال فترات النهار، واحساسنا بالطقس خلال فتره النهار ان هو حر على القاهره الكبرى، محافظات الوسط البحري، محافظات شمال الصعيد، مائل الحراره على المحافظات المطله على البحر المتوسط، شديد الحراره على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار، بالاضافه ان احنا كمان خلال فترات المساء بنشهد نشاط للرياح، نشاط الرياح ده سرعاته ما بين ال 30 لل 40 كيلو متر على الساعه، ده بيقلل احساسنا بنسب الرطوبه في الجو، فبالتالي بنحس بالاجواء المعتدله تماما بعد فترات الظهيره، وبيستمر معانا كمان فترات المساء وفترات الليل كمان خلال ساعات الليل، عشان كده احنا في ساعات الليل بنحس بالاجواء المعتدله تماما على كافه انحاء الجمهوريه. متوقع من غدا يكون في ارتفاع طفيف في درجات الحراره، وهيبقى ارتفاع تدريجي وطفيف في درجات الحراره بحوالي من درجتين. بس ده طبيعي، احنا رسميا فصل الصيف ابتدى امبارح ولغايه دلوقتي الجو معقول يعني. بالظبط، يمكن احنا رغم بدايه فصل الصيف ان احنا حاسين بالاجواء يعني المستقره خلال فترات النهار، ارتفاع درجات الحراره طبيعي جدا، وهيكون ارتفاع طفيف كمان، يعني احنا متوسط درجات الحراره في ذروه الارتفاع اللي هيكون جمعه وسبت 36 درجه مئويه على القاهره الكبرى، مع نسب الرطوبه الموجوده في الجو وكمان تعرض المباشر لاشعه الشمس يمكن نحس بيها اعلى من القيم دي، لكن دي الاجواء الطبيعيه اللي احنا متعودين عليها واللي المفروض نتعود عليها لمده 3 شهور قادمين باذن الله. كل الشكر ليكي دكتوره منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية. مشاهدينا خلينا نتعرف مع حضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة بتسجل 34، والصغرى 22، الإسكندرية 29-22، مطروح 29-20، سيوة 35-20، بورسعيد 29-23، دمياط 28-22، الإسماعيلية 34-21، والسويس 34-21. العريش العظمى فيها 30، والصغرى 21، طابة 34-21، كاترين 30-15، شرم الشيخ 36-26، الغردقة 36-27، والفيوم 34-23، بني سويف 34-23، والمنيا 35-24. أسيوط العظمى فيها 35، والصغرى 24، سوهاج 36-25، قنا 37-26، الأقصر 38-26، أسوان 38-26، الوادي الجديد 37-25، شلاتين 34-25، أما حلايب العظمى فيها 32 والصغرى 26. وبكده مشاهدينا الطقس النهاردة يكون مستقر إن شاء الله. خلينا نرجع على طول لشاذلي وباسنت نستكمل باقي فقراتنا. اتفضل. شكرا ليك يا منى.